أجل الصعود للرابطة الثالثة مستوى الثاني بعد الانتصار الأخير يوم السبت أمام الملعب القيرواني 10 أهداف مقابل صفر يضمن الصعود قبل زوج جولات من نهاية البطولة. ألف مبروك مرة أخرى. نتذكر كنا استضفنا الفريق يوم الخميس الفارط، كان معنا رئيس الجمعية سي منعم الثيري وكذلك مدرب الفريق سي الأسعد عبد اللاوي وكذلك حمدي بوستة اللاعب أمل بوحجلة. انتصار وصعود الفريق، سعد جدا باستقبال المكالمات الهاتفية معايا رئيس الفريق الأمل الرياضي بوحجلة سي منعم الثيري. مرحبا بك سي منعم. مرحبا بك ومرحبا مستمعي سمرة حياة فهم. شكرا لك، ألف مبروك مرة أخرى. الصعود للأمل الرياضي بوحجلة لرابطة الثالثة مستوى ثاني، وكذلك إن شاء الله تدخل معك على الخط المدرب الأمل الرياضي بوحجلة سي الأسعد عبد اللاوي باش نحكي أكثر على المباراة الأخيرة. مرة أخرى نقول لك ألف مبروك الصعود. ألف مبروك، ألف ألف مبروك على أهالي بوحجلة وبوحجلة ككل، على أحباء الأمل الرياضي بوحجلة وعلى أحباء الرياضة بوحجلة ككل. أكيد ألف مبروك، وسعيد جدا باستقبال المكالمة الثانية الكوتش المدرب الأسعد عبد اللاوي. مرحبا بك سي الأسعد على موجات إذاعة الحياة فيم، وألف مبروك مرة أخرى صعود. مرحبا بك ومرحبا مستمعي إذاعة حياة فيم، وبارك الله فيك، إن شاء الله مبروك علينا بوحجلة أهالي بوحجلة الكل عامة وأحباء أمل بوحجلة خاصة إن شاء الله. 10 أهداف مقابل صفر كوتش في المباراة الأخيرة ضد الملعب القيرواني، والفريق يضمن الصعود قبل زوج جولات. الحمد لله الحمد لله، كنا المرة فاتت استضفتونا بارك الله فيكم على الاستضافة، وحكينا في بعض الإشكاليات خاصة منها المادية. والحمد لله الحمد لله، معناتها قاعدين 7-8 مقابلات بدون هزيم وبدون حتى تعادل، قاعدين نمركوا في برشا اهداف، وفريق سجل خلال 8 مباريات سجل 38 هدف، وقبل كان 4 اهداف منهم زوج ضربات جزاء. الحمد لله، ونشكر نشكر اللاعبين ونشكر كل من ساهم في هذا الانجاز ان شاء الله. أكيد باش نذكر سي الأسعد وكذلك سي منعم بالنسبة للمقابلات والنتائج والترتيب. مستقبل عين جلولة كان هزم على انتصر أمام متبسطة الرياضية 2-1، الملعب الرياضي بالعلامة انهزم أمام أولمبيك شرادة 4-0، والملعب القيرواني ينهزم أمامكم 10 أهداف مقابل صفر. الترتيب الأمل المركز الأول ب 24 نقطة، ملاحقكم الثاني مستقبل عين جلولة 18، متبسطة الرياضي المركز الثالث 16، الملعب الرياضي بالعلم الرابع 7، المركز السادس أولمبيك شراردة 4، والمركز الأخير ملعب القيرواني نقطة وحيدة. نرجع لك أنت سي منعم، الانتصار والصعود، السؤال اللي نحب نسأله لك، وقتاش تكون الحافلة موجودة في بوحجلة؟ والله مرة أخرى نحب نشكر إذاعة حياة اف ام، ونحب نشكر مستمعيها وأهالي بوحجلة أولا. اثنين، رانا خويا الغالي احنا رانا مش نكملوا كما صرحت قبل، مازالوا عندنا زوج جولات، معناتها نفس العزيمة ونفس معناتها مش نحافظوا على جروبنا ونخدموا أرواحنا إلى آخر جولة في البطولة خويا. فهمني، هذا راهو تصريح معناتها ياخذه من رئيس الجمعية والكوتش، رانا نفس العزيمه ونفس الواحد مش نكملوا زوج جولات نتاعنا، وان شاء الله خويا مربوحه بالطبع. فهمني، الاولاد زاد حكينا معاهم البارح، رانا الجروب الكل انا مش نخدموا على رواحنا ونكملوا في نفس المسيره واحد. فهمني، مره اخرى نحب نحيي اهالينا اهالي بوحجله معناتها بالجاليه نتاعنا بالخارج. البارح كانوا اتصلوا بينا معناتها الناس الكل وفرحانين معناتها وهنونا معناتها بالصعود ان شاء الله قبل جولتين حسابين معناتها. فهمني، نحب نحييهم مره اخرى واهالي بوحجله زاد الموجودين في بوحجله، وان شاء الله اتفقنا كما صرحنا المره اللي فاتت في ماي يتم معناتها اقتناء الحافله، وان شاء الله في الجوائز تكون على ذمه الفريق الامل الرياضي بوحجله. ان شاء الله نتمنى الحفله تكون موجوده. باش نسال سي الاسعد عبد اللاوي، سي الاسعد زوج جولات مازالوا في سباق البطوله، رسميا ضمنتوا الصعود، هل انه كما كنت حاضر الخميس الفارط وكما سي شكري توجه لك بالسؤال، هل انه الفريق باش يعول على بعض الشبان بما انه عندكم عديد اللاعبين اللي من صنف الاواسط ينشطوا مع فريق الاكابر باش راهو موجودين في التشكيله الاساسيه ولا؟ باذن الله مش نحاولوا نحافظوا على نفس المجموعه، وديجا احنا في الماتش الملعب القيرواني الشوط الثاني كامل عملنا 5 تغييرات،
وكلهم من ابناء الجمعيه، من ابناء صنف الاواص 2004 2003 ثم حتى 2005، وثم اللي سجل اهداف، ثم حتى سجل زوز اهداف ابن لؤي غذاوي ابن حبيب غذاوي، وجه له تحيه بالمناسبه. وباذن الله ثم كان خير ان شاء الله، مش نحاولوا باذن الله كما اتفقنا مع الهيئه بدايه الموسم، قلنا ما زلنا بنطلبوا على الصعود، ماذا بينا المقابلات نتاعنا الكل مش تتربح سواء في بوحجله ولا خارج بوحجله. والحمد لله الحمد لله كل توفيق من عند ربي الى حد الان، 8 انتصارات، وان شاء الله باذن الله زوز انتصارات اخرين باش نكملوا 10 في 33 نقطه باذن الله، صعود عن جداره باذن الله ان شاء الله. نتمنى وان شاء الله كما قلت انت بالتوفيق. سي منعم التوا الانتصار والفرحه العارمه، ان شاء الله الحافله تكون موجوده في اقرب وقت. نرجع لموضوعنا سي منعم، وكنا حكينا الخميس، مره اخرى نعاود نقول السيد رئيس البلديه مشكور على التدخل، وزادت تستحق زاد الفريق الامل الرياضي ببوحجله على الاقل منح تحفيز للفريق هذا الشاب، وبالنسبه للاحباء اللي تمنوا انه الفريق يبقى في الرابطة الثالثة، صحيح نزل الفريق حافظ على الرصيد البشري ورجع بسرعة للرابطة الثالثة، على الأقل منحة تحفيزية للفريق هذا اللي يستحق كل خير. إن شاء الله يا أخوي يدخل معنا السيد رئيس البلدية والمجلس، أعضاء المجلس البلدي، ويعاونوا الأمل الرياضي ببوحجلة. الأمل الرياضي ببوحجلة راهي تشرف بوحجلة ككل، وراهي معناتها وليدة اللحظة، وليدة اللحظة في بوحجلة، وإن شاء الله إعادة على الأقل مراجعة النظر في المنحة المسندة إلي، أو على الأقل منحة تحفيزية كما كنت تقول خويا، على الأقل تسمى بمنحة الصعود، تضاف إلى الأمل الرياضي ببوحجلة باش تغطي الحاجيات نتاعها معناتها، وتتعامل مع المتعاملين معاها في الخلاص معناتها، والمدربين كما تعرف حكينا المرة فاتت خلاص المدربين، ومنحة الانتصارات نتاع الملاعبية وإلى غير ذلك، فهمت؟ إن شاء الله أخويا من هذا المنبر يسمعون الأخيين أعضاء المجلس البلدي والسيد رئيس البلدية، ويسند لنا على الأقل منحة، على الأقل منحة سعود بس على الأقل الجمعية تغطي الحاجيات نتاعها، لما لا إن شاء الله، إن شاء الله نعاونوا على التفاهم نتاعهم، نعاونوا على ثقتهم في المجموعة الهيئة المديرة هذه، ونعاونوا على خويا أبنائنا في بوحجلة باش يدزوا مع الجمعية ويعاونوا الجمعية خاصة في هذه الفترة. كما قلت لكم نزلوا زوج جولات، رانا اتفقنا باش كما كان يحكي معك الكوتش باش نواصلوا بنفس العزيمة ونكملوا معناتها إن شاء الله ننتصروا 10 على 10 برصيد 30 نقطة إن شاء الله، ما نخلوا حد شيء للصدفة خويا، هذه كورة ما نخلوا حد شيء للصدفة، فهمني؟ وإن شاء الله أخويا المجلس البلدي يكون يقوم بواجبه، السيد رئيس البلدية يسمع فينا من هذا المنبر، إن شاء الله يعني منحنا منحة الصعود، ويعاوننا بس كيما الجمعية تغطي حاجيات نتاعها، ونزيد نداء معناتها نداء من هذا المنبر والإذاعة، بس أولاد الجمعية بحاجة يلتفوا حولها ويدعمها خاصة في هذه اللحظة، معناتها بدعم مادي، وكما حكينا المرة اللي فاتت يد واحدة ما تصفقش، ومشكورين لخيرنا الكل. واضح حياتك صح، شكرا لك سي منعم. في الختام نحب ناخذ كلمه الختام من المدرب الاسعد عبد اللاوي. بارك الله فيكم على الاستضافه، حياتها فيهم ديما تتبع في الفرق، في الفرق كما نقولوا بين قوسين الصغيره هذه، وان شاء الله باذن الله مستقبل الجمعيه خير من حاضر وخير من ماضيه باذن الله ان شاء الله. يعطيك الصحة سي الأسعد، إن شاء الله ديما نسمع كان الأخبار الباهية بالنسبة للأمل الرياضي ببوحجلة، وكل فريق من ممثل ولاية القيروان سواء صعود للرابطة الثالثة مستوى ثاني أو أول، أو الرابطة المحترفة الثانية. في دقيقة سي شكري، الملخص بالنسبة للأمل الرياضي ببوحجلة، نعطيك الساعة توقيت ونتيجة كرة السلة في الفترة الرابعة 5 دقائق، المنتخب التونسي متأخر 52-48، منتخب لازمه ينتصر وينتظر إلى حد المنتخب التونسي في صورة الهزيمة يغادر السباق وما يترشحش والكود ديفوار رسمي 65-51. يعني المنتخب الوطني التونسي باي باي بالنسبه لكاس العالم، فيو الكود ديفوار انتصرت، حتى كان انتصر منتخبنا يعني تقريبا فقد حظوظه كامله في تأهل كاس العالم. هذه النقطه الاولى. النقطه الثانيه هي نتيجه ان الكاس تونس الاولمبي البيجي يحدث مفاجاه ويفوز على النادي الصفاقسي بضربة جزاء 4-2، وبذلك يلتحق بالنادي الافريقي والملعب التونسي انتظار الترجي
ثلاثه فرق من سيسمو وانتظار الترجي والنادي البرزرتي، يعني تقريبا الكوب السنه باش تلعب شمال شمال، يعني ممكن باش يكونوا ثلاثه فرق من تونس العاصمه مع فريق اولمبي الباجي، يعني هذه معناها وحدات الكوره، نقعدوا بالشمال الوسط والجنوب نقعدوا نتفرجوا في نعملوا في به اقل من دقيقه. امل بوحجله، كلمه على امل بوحجله، امل بوحجله تقريب العمل اللي انا نقول يبدا من اليوم، تحضير للموسم القادم. الموسم القادم معناها بتعرفوا رابطه الثالثه المستوى الثاني، تنقلات كثيره، ميزانيه كبيره، يعني من توا يعملوا برنامج نتاعهم من نهار تاني، معناها ومن الساعه اللي يعني ضمنوا فيها التأهل يبداوا يخموا في الموسم القادم اللي باش يكون موسم صعيب كما قلنا على مستوى المصاريف، مستوى الانتباهات، على المستوى يعني عده مستويات، هذاك علاش يلزمهم يحضروا على بكري. يعطيك الصحه سي شكري، هكا وصلنا لنهايه الحصه من استاد الحياه. شكر خاص لمحمد سيف الدين بالعريس في الديجيتال، كذلك نوفل الشرطاني في الاخراج التقني، وصل الهمامي في تنسيق المكالمات الهاتفيه، عبد الله حطاب كان من قدام الميكرو.